قبل أن نسمع أعجب قرار يمكن أن يتخذه قاض ضد ابنه وفلذة كبده، لابد أن نعرفك به أولاً من خلال موقفين موجزين. في الأول نرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتري فرساً من رجل من الأعراب ويسلمه ثمنه، ثم يمتطي عمر الفرس ويمضي به، غير أنه ما كاد يبتعد بالفرس قليلاً حتى ظهر بالفرس عيب منعه عن مواصلة السير عمر. فعاد عمر للبائع وقال: خذ فرسك فإنه معطوب. قال الرجل: لا أخذه يا أمير المؤمنين، وقد بعته لك سليما صحيحا. فقال عمر: اجعل بيني وبينك حكما يحكم بيننا. فقال الرجل: يحكم بيننا شريح بن الحارث الكندي. هكذا قال الرجل. سمع شريح مقالة الأعرابي ثم التفت إلى الفاروق رضي الله عنه وقال: هل أخذت الفرس سليما؟ فقال: نعم. فقال شريح: احتفظ بما اشتريته يا أمير المؤمنين، أو رده كما أخذته. فنظر عمر إلى شريح معجبا وقال: وهل القضاء إلا هكذا؟ قول فصل وحكم عدل. وفي الموقف الثاني نرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه افتقد درعا له غالية الثمن، ثم رآها بعد مدة في يد رجل من أهل الذمة يبيعها في سوق الكوفة، فلما رآها عرفها وقال: هذه درعي، سقطت مني عن جمل في ليلة كذا وفي مكان كذا. فقال الذمي: بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين. فقال علي: إنما هي درعي، لم أبيعها أحدا ولم أهبها له حتى تصير إليك. قال الذمي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فقال علي: أنصفته فهلم إليه. ثم إنهما ذهبا إلى شريح القاضي، فلما صار عنده في مجلس القضاء قال شريح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: لقد وجدت درعي هذه مع هذا الرجل، وقد سقطت مني في ليلة كذا وفي مكان كذا، وهي لم تصل إليه لا ببيع ولا هبة. فقال شريح للذمي: ما تقول أنت أيها الرجل؟ فقال: الدرع درعي وهي في يدي، ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب. فالتفت شريح إلى علي وقال: لا ريب عندي أنك صادق فيما تقول يا أمير المؤمنين، وأن الدرع درعك، ولكن لا بد لك من شاهدين يشهدان على صحة ما ادعيت. فقال علي: نعم، يشهد لي مولاي قنبر وولدي الحسن. قال شريح: ولكن شهادة الابن لأبيه لا تجوز. فقال علي: سبحان الله، سيد شباب أهل الجنة لا تقبل شهادته؟ أما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فقال شريح: بلى سمعت يا أمير المؤمنين، غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده. وهنا التفت علي إلى الذمي وقال: خذها، فليس عندي شاهد غيرهما. فقال الذمي: ولكني أشهد بأن الدرع لك يا أمير المؤمنين. ثم أردف قائلا: يا الله، أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه، وقاضيه يقضي لي عليه. أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا لحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. اعلم أيها القاضي أن الدرع درعه، وأنني اتبعت الجيش وهو منطلق إلى معركة صفين، فسقطت الدرع عن جمله فأخذتها. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه: أما وإنك قد أسلمت فإني وهبتها لك. هذه قرارات اتخذها شريح. أما أعجب قرار اتخذه شريح فذاك حين جاء ولده فقال: يا أبتي، إن بيني وبين قوم خصومة وسأرويها لك، فانظر فيها، فإن كان الحق لي قاضيتهم، وإن كان لهم صالحتهم. ثم قص عليه قصته فقال له: انطلق فقاضيهم. فمضى إلى خصومه ودعاهم إلى المقاضاة فاستجابوا له،
ولما مثلوا بين يديه شريح قضى لهم على ولده. فلما رجع شريح وابنه إلى البيت قال الولد لأبيه: فضحتني يا أبتي، والله لو لم أستشرك من قبل لما لمتك. فقال شريح: يا بني، والله لأنت أحب إلي من ملء الأرض من أمثالهم، ولكن الله عز وجل أعز علي منك، لقد خشيت أن أخبرك بأن الحق لهم فتصالحهم صلحا يفوت عليهم بعض حقهم، فقلت لك ما قلت. ماذا عني وعنك؟ ماذا يكون قرارنا لو كان أحدنا مكان شريح؟ ألأنه كان في المسلمين أمثال هذا القاضي فتحوا الدنيا كلها في سنوات معدودات؟ ألأنهم عاشوا بقوله تعالى واقعا وطبقوا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ماذا يكون قرارك إذا كنت صاحب سلطة ونفوذ ولك اطلاع على القرارات الهامة قبل إصدارها، وأمكنك أن تستثمر هذه المعلومات فتخبر المقربين منك ببعضها لتضاعف أموالك وأموالهم؟ ما هو قرارك؟ أتتك الفرصة أن تجامل أقاربك على حساب أموال الدولة وتقدم مصالحهم على غيرهم من الناس؟ رأيت ابنك قد ظلم ابن جارتك التي لا تحبينها وآذى وأخذ منه شيئا ثمينا، ولم تر جارتك شيئا وجاءتك تشكو، هل تردين لابنها حقه من ابنك أم تنكرين وتماطلين؟ ما قرارك؟ مرؤوسك في العمل ليس مسلما وحدث خلاف بينه وبين بعض زملائه المسلمين وكان الحق له، هل تحابي المسلمين على حسابه أم تكون عادلا منصفا؟ ما قرارك؟ ابنك الأكبر أخذ حقا من حقوق الناس ووضعه في بيتك، ثم علمت أنه غاصب لحقهم وجاءوك يطالبونك بحقهم، ما قرارك؟ علمت دون قصد أنك لو أضفت درجتين فقط لابنتك زيادة فوق حقها في مادتك التي تدرسينها أنت في الجامعة ستصبح هي الأولى بدلاً من إحدى الطالبات الأكثر تفوقاً، ما قرارك؟ تذكر دائماً تلك الآيات التي مرت بنا، وتذكر صنيع شريح مع ابنه، ثم فكر وقدر واتخذ قرارك، فأنت لا غيرك المحاسب والمجزي عن كل مثقال ذرة، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، والقرار قرارك.